فبما انه اليوم الخميس بدنا هيك نعيش معكم لحظات حلوه, نعنشكم هيك باخر الاسبوع, وراح نحذركم حذيره زي اول امبارح, وراح نربح شخص او اثنين جائزه مرتبه. بتتذكروا مجمع رغدان القديم؟ مقابل مجمع رغدان كان في محل تسجيلات كاسيت مشهور حتى زمان واحنا صغار يزن ونعيم, لحقت انت ايام كنا نروح نجمع شريط تجميع, يعني انت كنت تكتب مثلا اسماء الاغاني اللي بتحبها وتعطيها لمحل التسجيلات ويعمل لك شريط تجميع زي ما انت بدك. يعني شو اسم محل التسجيلات هذا اللي كان مقابل مجمع رغدان؟ هذا واحد. رقم اثنين, كان يعني اقبال مجمع رغدان اول محل كان هناك في محل عوامة واصابع زينب وشلها, شو اسمه هذا المحل؟ والسؤال الثالث, كان في بتعرفوا مطعم هاشم بالبلد قبال وفي هيك زقق دخلات, يعني في زقة لحد الآن موجودة فيها مطعم ساندوش فلافل معروف جدا وبجوز من 40 سنة وأكثر يمكن, مطعم الفلافل شو اسمه؟ ما عندكش شريط عمرو دياب ولا إليسا الأخيرة أو حاجة؟ يلا اللي بيعرف هدول الثلاث راح نربحوا اليوم الجائزة, جائزة الخميس راح تكون جائزة فعلا مميزة. اسم محل التسجيلات واسم محل العوامة ومحل الفلافل المعروف جدا والتاريخي, يعني لا صح, بس انت مش راح تربح الجائزه نعيمه. مو الساحل يا طارق, صباح الخير, اسمه تسجيلات الساحل. طارق الساحل, الساحل تسجيلات الساحل. فلك العوامة كان اسمه ملك العوامة, بعدين تعدل صار فلك العوامة, بعرف شو الظرف اللي غير اسمه, طبعا محل ملك العوامة. شكرا لك, يسعد صباحك اخوي طارق. يسعد صباحك. والله العليم الاستوديو اسمه استوديو فراس, ومحل العوامة اسمه ملك العوامة كان اسمه, وبعدين غيروا لفلك العوامة وجارنا يعني. ومحل الفلافل والله العليم فلافل فلسطين اسمه, مطعم الفلافل اللي قبال هاشم مطعم فؤاد. الله يسعد صباحك سيد فارق. محل سندوشات فؤاد واستوديو سيدر وملك العوامة. صباح الخير, محل الفلافل اسمه فؤاد قبال مطعم هاشم, فلافل فؤاد. يا طارق, محل الكاسيت انا بعرف اسمه محل ابو فؤاد. صباح الخير طارق, تسجيلات الساحل, ملك العوامة, مطعم فؤاد, عم اخذ ماشي. تسجيلات الساحل وملك العوامة, بس الفلافل معارفته. صباح الخير, تسجيلات الساحل وملك العوامة ومطعم فؤاد سندوتشات الفلافل. طيب, انا يعني مش ملحق مسجات, طولوا بالكم. يزن بقترح لانه في 100 مسج تقريبا صار عندي واغلبهم جاوبوا صح, هو تسجيلات الساحل مزبوط, هو مزبوط ملك العوامة ومطعم فؤاد, بس احنا بدنا نسأل سؤال اصعب شوي عشان ما بقدر اربح هذا العدد كله. طيب خليني اسألكم سؤال شوي اصعب برضو لاهل عمان, احنا اربد والزرقاء ان شاء الله جايينها. بالنسبة لأولاد عمان, يعني خلينا نطلع شوي على جبل حسين نروح على شميساني. بشميساني جنب مقهى السلطان الموجود حاليا كان في مطعم بيتزا وبرجر وشغلات زي هيك, ما بعرف هلا سكر يمكن, شو كان اسمه؟ بتنزله هيك لتحت كمان يعني. هاي واحد, هذا بشميساني. جبل حسين لازال موجود محل أجلكم الله أحذية معروف جدا كان, وكان شو غالي يعني اللي بيشتري منه يعني, ولسه موجود بالمناسبة المحل. شو اسم المحل الأحذية اللي بجبل حسين وشو اسم المطعم اللي بشميسان؟ محمد أخوي من تركيا قاعد بجاوب, بقول تسجيلات الساحل ملك العوام مطعم فؤاد صح, وجاوبت على المطعم صح. بقول لك السؤال الثاني, هو محل أحذية معروف جدا وكان غالي, كان يعني إشي مرتب بجبل الحسين ولساته موجود بعتقد. يعطيك العافية, المطعم اللي بشميساني كان اسمه جولي بي على ما أظن. المحل اللي كان غالي بتذكر في الحسين وبقينا اللي بروح يشتري من عنده واو, انه احذية وهاب كان اسمه على ما اظن. عم جولي بي بشمساني وبشهر للاحذية جبل الحسين. محل انا شاري منه هذا اللي بشمساني بس نسيت اسمه. صباح الورد, المحل اللي بشمساني كان واحنا صغار كنا نروح عليه اللي هو جولي بي, ومحل الاحذية اللي بالحسين اللي هو احذية وهاب. صباح الخير. مطعم جولي بي, مطعم البشمساني كان اسمه جلوبي, واللي بالحسين المحل الأحدي اسمه بشر قديم كثير. راح أجاوب على السؤال وأربح الصبية اللي حكت, هو فعليا أحذية بشر بجوز موجود صح, حكولي إذا موجود لسه, وهو مطعم جلوبي صح. مع الحدث مع طارق حامد عمزاج أحلى إذاعة.